لا بد أن يأتي الهدف لأن الفريق مسيطر بالكامل. نعم 1-0 والهدف يسجل عن طريق المدافع المتقدم فودي بالو توري. 1-0 ومارسيلو بيلسا أكيد سعيد أن فريقه استغل هذا التفوق تماما. فريق ضاغط، الكرة مش عمالها تخرج أبدا من منطقة جزاء فريق أميه، ويترجم هذا بهدف جميل، هدف نعم. هذه جماهير ليلي اللي طبعا تشجع خلف مرمى فريق أميه. مش معقول حقيقة جماهير وكأنها دخلت إلى أرض الملعب. والستيوارد طبعا يسيطرون على الموقف بصعوبة كبيرة. المخرج نسي الهدف ونسي فرحة الهدف وأعطانا الأنصار، وماذا يفعلون أنصار فريق ليل اللي اندفعوا؟ إن شاء الله تكون سليمة لأنه كأنه ربما يكون حصل تدافعات، لكن يتم إنقاذ الموقف، يتم إنقاذ الموقف. اللعب متوقف بالكامل. يبدو أن هناك سور انهار، يبدو أن هناك سور حديد انهار. نعم نعم يبدو أن هناك سور حديد انهار، انهار سور حديدي مع الهدف ومع الجمهور وضغطه. طبعا ضغط الجمهور أدى إلى سقوطهم. ولاحظوا قوات أمن مضاعفة للسيطرة على الموقف. المهم طبعا ألا تكون هناك إصابات. يبدو أن هناك بعض الإصابات، نتمنى السلامة للجميع. لكن جمهور نسي نفسه من فرحة الهدف وضغط على السور الحديدي، السياج الحديدي طبعا، ويبدو أن هذا طبعا أدى إلى سقوط السياج وأكيد سقوط الجماهير معه. ما شفناش أي شيء بعد الهدف، الكاميرا مسلطة بالكامل على هذا السياج الحديدي، وعدد من المصابين على ما يبدو يتم علاجهم. إن شاء الله يكون إصابات طفيفة، تكون إصابات طفيفة. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى أن يستمتع الكل في كرة القدم. إذن انهيار السور الحديدي، نعم انهيار السور الحديدي بعد هدف فريق ليل. ولاحظوا عدد المصابين، عدد المصابين يعني خلص كلهم سقطوا في هذه المساحة الأرضية الموجودة طبعا، اللي سقط السور الحديدي وهم سقطوا فوقه، وبالفعل أجسام تتراكم فوق بعضها، ولا سمح الله هذا التدافع يعني قد يؤدي إلى شيء لا يحمد عقباه. نتمنى إن شاء الله أنه ما فيش إصابات، يعني ممكن يكون حصل بعض الإغماءات. سبحان الله سجل هدف، وبالكاد طبعا فرح به لاعب حرك السياج الحديدي الآخر في هذا الملعب، ملعب حرك السياج الحديدي الآخر في هذا الملعب، ملعب دولاكورن. هذا الملعب ملعب صغير وأيضا حديث. يتسع هذا الملعب لأكثر من 12 ألف متفرج، واللعب لازال متوقف. نعم متوقف، الهدف سجل تقريبا بعد ربع ساعة، بعد ذلك خلاص العملية توقف.